السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير بلاتي نقدس. كنصور لكم من فوق من الدار الفوق ان شاء الله. اليوم كيما وعدتكم ديك المره ان شاء الله اليوم غنديروا شويه ديال الحلوى. المهم غنديروا غير من العجينه وحده كذا شكل ساهل ومهم رخيص شويه واقتصادي. المهم واخا ما بقاتيش حاجه رخيصه ولكن غنحاولوا نديروا شي حاجه اللي هي رخيصه واقتصادي باش نزيدوا في الضغط باش نبانوا زوينين. ايوا المهم شعلة محمود راه مسكتين وعا بزز صافي هادشي اللي كاين. المهم امل هيا طالعه في الدار تحت، هيا طالعه ونبدا غنديروا. المهم ما عرفتش غادي نديروا حلوه، غندير واحد المسمن، عندو مسمن ديال العيد اللي تيكون مقرمش ورطب من الداخل وفيه العسل من الفوق وشويه ديال اللوز. المهم الا نزلتو عند امل راه غنزلو ان شاء الله. هذاك الشيء غنزينو به، غادي نديروا عجينه وحده ونقسموها وننكهو كل وحده. وحط التليفون ديال طاطا. يلا زين هنا نعجنو هنا برا هنا احسن سيبو اذا هنا شويه الاضاءه احسن، الاضاءه في الكوزينه مضببه شويه زيدان وصافي. يلا هادشي اللي الصينيه نجيبو لك هذوك لا تنقسمو هذا ونديرو. علاش بغيتي نقرب لك شي حاجه؟ تقرب لي وانا ندير كلشي هنا. اجني يدك حلوه تاع اللاطه صافي. كاين لاطات؟ ايه لاطه وحده. نجيب لاطه تاع هذه فاتيحه ما يقدوش بس لاطه بزاف. انا درت باش واحد جوج ولا ثلاثه صافي نجيب. المهم بنات بالنسبه لهاد نسيت نطلع شويه، بالنسبه لهاد صابلي يعني عاديه اللي كنت شاركت معكم شحمر فيها 250 غرام ديال الزبده، فيها ثلاثه فرماجات وفيها جوج كيسان السكر، جوج كيسان الزيت، وكيس ديال الخميره، وكيس ديال الفانيليا، وربعه ديال البيضات. صافي هادو هما يعني هذا هو الاساسي، ها هذا هو الاساسي اللي في العجينه. اما النكهات وداكشي راه غنشاركوها معاكم. يلا اللقطات من ما خلطت انا هادو. المهم هنا في القصريه درت زبده درت الفرماج نخلطهم من بعد مزيان تكون بحال كريمه عاد كندير البيض. عرفتش كتسمعوني ولا لا؟ جربوش تجي في الفرن ولا لا؟ يا ولي ما تجيبش بزاف كاينين الصينيات صافي. ديرو هادي وديرو الصينيات. نشريو شي لاطات، نشريو اللاطات اللي يجي قد هنا وقد عندك بالصوص. الكسكوره ما عندكش فيه. انا ما عندناش لاطاش كاع. المهم كما قلت لكم البنات كديروا واحد رشه ديال الملحه وكديروا فانيليا مع هاد يعني هاد الخليط ديال الزبده والفرماج، وهما يعني قد ما كثرتوا الفرماج قد ما كتجي العجينه بنينه وكتجي طيب. بغيتوا تزيدوا حتى بودره ديال اللوز ولا تزيدوا نكهه ديال الرز ديال اللوز زيدوها كتجي حتى هي زوينه. انا الصراحه كصاري عامره بالبعض صرا ما نقولش لكم كيفاش، ما كاينش فين غدوز نهائيا. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، مبروك عيدكم، تعيدوا وتعاودوا. هذيك الصينيات قولي لخالاتي كي دايرين لاباس عليكم. يلا بودي الزيت راه غاليه ديريها واحد. اسير راه خاص زوج وباقا غنديرو المسمن. ويلو داك التصوير كله وقال ما صورتي والو. لا لا انت صورته بلاصه يوتيوب بلاصه كاس الزيت. اسير لي غادي نجيب واحد وواحد جوج ثاني. واش ثاني؟ هاد جوج السكر وجوج الزيت. ما تديش شحال خلينا الزيت؟ انا ديك المره ندير 460. والله يجي خليت هذيك المره شحال 300 وشنو 160 دابا ولات. انا لا ديري الزيت الحلوه فيها كاس الزيت باش بغا جوج. ديري جوج ضروري جوج كل ضروري جوج. انا بقى عامره هالبوز ضحكت يا هو. هانت شوف كديري لنا الزيت كضيع لينا الزيت هذه وديك مسمن باش غنقليو بالزيت. ايوا تا هو غنقليو بالزيت ولكن ما غاديش ياخذ بزاف. نزيدو فيه الماء ويليك شنو درناه. هذه شنو هي حلوه؟ نديرو صابلي ولكن كنخرجو منها شي جوج اربعة اشكال ولا خمسة بداك الشيء اللي حاطه في الصينية. نديرو وحدة ديال الكوكو كونفيتير. صورتي هداك الشيء؟ وحدة ديال هداك فيرميسي، وحدة نديروها بالكاوكاو وسط منها كونفيتير. ولكن الكونفيتير خاصو يتصاوبي تقال باش ما تقولش باش تقال تتخلطيه مع السكر وتخليه يغلى شوية كيولي بحال بحال كيجرى. ياه كملي كديريها في ديك التقيبة ديال زيت الحلوة
ما تيبقى هو الشكل هو هو. كاسره دايره وهذاك الاخر دايره في كاسرونه اللي تعرفش حق لي شبون ما غنلصقوهاش نديروها وحده 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 ما نلصقوهاش حنا كتجي حسن. عرفتي الكوفيتر اللي جبت ديال مشمش زوين ما فيش دوك الطروفه. اش كدير اش كتبقشش في تليفونيت زيد مع صغير ملي عيط هذا هاك السيدي هاك صغيرة وعامرة عامرة تبارك الله نفس كتشري لوليداتها والحوايج اللي باغي تقدر يخرج الصباح بصراحة المغرب أجواء بغيت فيها أصلا السكنة خايبة حتى القصر هادي واحد البنت جات زوينة وخايبة شريت من عندي خدات من عندي مسكينة قلت لي باز غيكم حنا راه ولفنا زوينة وخايبة لا لا دقيق هادي الصداع لا صافي راه ولفنا جبانة عاسير خصني نزل مثلا لاجين ماكو بينيش هنا خلي بشوية بشوية باش تشوف المهم البنات واحد الكاس غزيد واحد الكاس ديال النشا ولا ديال سميتو كريم باتيسري اولا النشا كتزيدو في العجين حنا غنقسمو على بغيضه من الخبز نديرو اربعه بارك نقسمو على الزيت هذا زيت لا داك البيض بيض 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 البيض ابيض البيض بيض البيض اصفر ديرو ماسك لوجهكم قالوا لك ما بقيتيش ديري الماسك وي تمرة يرطبوها في هذاك زوين تمرة يرطبوها في الماء ورد ويديروا معاها صفر البيض زوين ولا غندير كاين واحد ديال الفرماج بقيت كندير الماسك راني مشغولة راني مشغولة وليت ضروري من الماسكات وضروري من التهلو اش ديري غادي نديرو عاريش بوند وهادي ما غنلصقوهاش نديرها هكا طوال ديرها هكا ديرها في الكوفيتور باش ديرها دايره ديري كما درتي اوكي زعما بدلي شويه ديكور مختلفه على الاخرين بحال هكا نديرو دابا الحلوه باش حطها انا كلشي غالي دابا راه ما كاين لا طالع ولا ما طالعش دابا كلشي غالي الا ما درتيش الزبده وقت الزبده راه رخيص راه جبنا الرابعه ب 120 عند الهري لا ماشي رابعه شوفي 100 غرام 100 غرام ب ب تديرها دايره ما عرفتش طيبه طويله 100 غرام 120 واصلا خليها دايره هنا لهك زيد 120 ريال وصافي زوينه شويه ديال الكوكا ب 5 دراهم وكاين ب 6 دراهم شنو اخر صافي ب 6 دراهم لا والله زوين كتخمر سيدي كبير كون زبيب المهم عندي وحده فيها الزبيب وفيها الكاوكاو تتفند في السكر بلاصي واش كنت صات اسقي ورا قلتي واه ديري نزلتها تمرضنا شوف البعلوك اش كتاكل خليها خليه خليه يقول لها تاتاليا طاطا 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 انت كتاكل داكشي ها ليه خلي الدرجي تاكل تاكل اجي بوصلي زيد انا بوصل سعديك بولدي سعديك بولدي الزين يلا غادي بوصلك وعنقك وكلشي كيفاش كيفاش هذاك الصقات صوت لك صوت لك تيميك واش تكوني تتصغري؟ لا صغيرة ما هي نفسها هذه إذا غتنفخ فيها سخون راه خاص الشتا تصب الناس راه بغا الشتا هذيك المرة تعبت والو
واش داير ما عرفتش اش معطل معطل ياك راه ولا خاصك تشرب ما تقرديش بردتو ويلا اش وحدي مسالتي ليا بردتو هادي الزبيب والجوج اللي فيها هو كوكب كنتي كديري شحال هادي انا عقلت باش تمشي في البيت وكديري كتفندسكا كلاص عرفت ويلي ويلي ني كنت صغيره كندير حلو دابا شفتي دابا شرفتي دابا صغيره مشى لي الميموري كارت تاعي مابقيتش كنعقل عقلها الكرواسه كرواسه عقل عليها لا هادي كيجي فيها الزبيب و كاوكاو وجلجلان وجلجلان كتفنى السكر كلاص كتجي زوينه طبعا نديرو هادي وندخلو هاد جوج شكل جوج فرات المساليت لوحة لا ما بقينا ما لقيناش الزينة اخر دابا غدا نحيد كاين شي بلا الكل كاينين نديرو القهوية المهم كيصبرو الوسط ناري غانقي كيجيبو لك اهبل لا خليه هادو وصاف كاينين الموف هادو كان عزاز عليهم مسكينة ديرو الموف كان حيت ما كيبينوش بزاف زعما الدراري كاين الموف تاع انا درت فوقهم هادو تاع فراشات باش مي مع الدراري ما يقولوا لك يجيبوا لك ابا ونديروا لك اختي اللي ما كيجيبوش لك ابا ما ناقصه انا كابا يجيبوا لك هذا المو باش نطبع بهذه طبعين انا زحت نطبع بهذه نديروا مو صغيره يا وري ولا انت ديري انا نطبع انا برك نطبع اما مسكينه راه مريضه وي 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 دابا هذا انا هذا قمه السعاده شوف كيف غتجيب هذا انا نطبع سيري يلا حتى ندور لك ما نوركش على الطابق يا يا راه يلا عارفه عزيز عليا الزبيب راه مزيان الدراري الصغار والله كيدير لهم الذكاء ارجع بلاصتك لا بقى تالك بقين جوج لا هذه وحده هذه الرابع ثالثه غنديروها بالميسين هاد الشكلاط صافي والاخرى غنديروها بهاد الكوفيتين كيجي ما عندناش لاطوش نديرو واقيلا هذيك عام الصيف شوهتيني ما عندناش لاطوط ما عندناش لاطوط صافي عادي مانا هنا نفوحوا على الناس عندنا اختي الله اختي اللي ما عندناش نقولوا اللي عندنا عندنا واللي ما عندناش عندنا ما عندناش باش غنبقى نفوحوا على الناس خلي الناس بيحسوا حتى الفران اللي في عندي في الدار اللي فيها وحده زيد دوك الناس اللي كيبقاو يفوحوا اللي كيبقاو يديروا داكشي ديال العياقه في اليوتيوب كيحسوا الناس راه ما عندهمش يعني اقل منهم اختي راه باقي بحالك عندنا المقله مهرسه ما عندهاش ايد كوكوت ما عندهاش ايدين انا هذيك عقلتي كوكوت ديالي صغيره انت شحال من عام عادي والله ما فيهاش الايد عادي جدا شنو المشكل ما عندناش لاطاش كنطلبوا التحميره مش الصحه لا نفعوا لا حيوط ولا فلوس الله يعطيك على قدك المهم مشاتو خويا مشاو با مشاو با الباشا مشا جارنا الله يرحمو نداو معاهم ومعاهم دعوه ديال الخير ينسى يطلب الصحة ويطلب العيش الكريم صافي نداو معاهم العيش الكريم ماشي شي حاجة يعني ما معنى العيش الكريم التعادل عتكملي شهر قبل سلف والله طالبين عتكملي شهر قبل شنو هذا الطابق الطابع ديال الشهده هذاك الشهده غادي ندير لك الشهده ندير لك الشهده انا نوريك دابا هذا هذه غندير درت لها بالميسيل ودرت هنا السريده وفانيا ندير لها هكا وهذا باش غادي نديرها طبيعي بطبع الشهده الله شتي راه كاين الشهد هذا اللي من داير راه كاينه واحد الشهد اخر ولكن انا جايبها من شافوك راه بعيد عليهم شافوك ها الطابع ها عندي هذا الطابع هادو اللي خارجين جداد ها ولا شي نقصتو راه كاينه في قيصاري عطاهم الله ها الطابع اللي خارج جديد في جوج جهات وهذا ديال الشهد ها هو راه معروف ديال سميتو ها خليه انا شتو سكت عرفتي محمود محمود عيلان محمود
الكون دابا مسكين الله يشري خصني حيد لي ليكم ان شاء الله صافي رجع عاد الفرا كيدير بحال مشيش رجعت الفرا نكملوا هادي تقدنا راه تهز عن لا نص عادي ماما ونجيب لك الصينيه الاخرى الى حدا ديالنا ناتيك شوفوا هاد هاد الاخرى درنا هادي هاي تضغطوها بالضبط المهم جيران تاعنا كتغسلوا في يد البيض وديروها في الكاوكاو صافي كتروح تقيبها في كعب اصبعكم ولا بشي غلاق المهم صافي تن بعد عاد باش كتعمرها بواحد الكوفيتير كتخلصوا تخلطوه ولا لا تخلصوا شو تخلصوا تخلطوا تحت تحت يدك خلطوا مع السكر هذه حلوه بنكهه محمود عرفت ما خلى ما داير فيها وتزقى ولا عجبكم ما عجبكمش ما بدنا ما ندير فيكم هادشي اللي كاين ها ينزل بحالك مصقه ها محمد ايدو نقير ايدو مغسوله ايدو مغسوله باينه علاش قلنا لك قلنا لك مسخ ايدو نقايه حنا قلت لهم بلي كات هنا حساسها لك حساسها هنا مرات مغطسه تبعها ايه حساسها لك كنبغي تجيب الجنان تبغي تجي عامره ها محمود غنشوف هاد اللي في الفران انا الفران ان شاء الله عليك غير قولي انت انا كنصايب الحلوه قولي مخالاتي وتنجي صايب لكم الحلوه انت صايب لكم الحلوه ها شنو هي 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 امال زوينه ولا خايبه زوينه زوينه بودي زوينه بودي زوين نرا وحده بودي زوين بودي زوين بودي زوين بودي امي خالاتي قولي لهم خالاتي مبروك العيد دوي معاهم دوي معاهم قولي لهم خالاتي زوينات ذكر ماشي خالاتك ذكر امواتك معاك قبل ما تزيد لا امواتك شحال من ام عندك دابا انت حمود شحال من ام تبارك الله تبارك الله شفت هو قال ما كيجيوش تعرف دوي معاهم دوي مع خالتي مهم بنات بالنسبه لهاد الخلطه اللي كديروا فوق هذيك الحلوه اللي بالكاوكاو او اللي كيسميوه بحال عين جمل كنظن فكديروا هنا مثلا انا درت مع 3 معالق ديال المربى ديال المشمش ودرت واحد 2 معالق ديال السكر وكديروا 2 معالق ونص كتخليهم فوق النار حتى كيعقدوا واحد شويه صافي وكتخليهم يبردوا واحد شويه صافي وكديرهم وسط ديك الحلوه ديالكم باش كيبقى داك الكوفيتير يعني كيبقى شاد وكتبقى ديك ديك الديكور ديالو شاد صافي وعمرنا به ديك الحلوة المهم خرجت لنا واحد الكمية مزيانة المهم هاي الحلوة مني خرجت حنا عندنا الفران تبارك الله ديال امي خصك صراحة ديري كلشي وتبركي قدامو وترديه البال لانه دغيا كيخطف داكشي وخا ناقصة المهم هادي هي الحلوة اللي درنا هذيك الاخرى كنت غندير لها الشوكولاتة ساعة قلت بناقص خليوها غير هكاك المهم بنات هذا هو البلاطو ديال الحلوة اللي صوبنا هذه درناها في السكر كلاص اللي درت فيها الجلجلان والزبيب والكاوكاو وهذه درتها في مربى مع شويه ديال ما زهر ودرتها فيه وفنتها في الكوك وهذه اللي دار خليناها هكا عاديه عشان الفران عندنا هنا يلا كنشوفوا المهم وهذه درت الكوفيتير داك اللي وريتكم كتخلطوا مع السكر تخليوه يعقد شويه وتعمروا به